مش البروفيسور يعني باللي كلي راه حاضر معنا يعتبر يعني الجيش الابيض يعني هؤلاء يعني الاشخاص الذين يجسفون بارواحهم يجسفون بعائلاتهم يجسفون باسعادهم. راه نقدروا نقولوا حتى راه مقرب للريسك 100%. يعني كل هؤلاء الاشخاص هم مقرب، يعني رجل الميدان السيد نسيم مرناوي، البروفيسور يعني بليك. بروفيسور بليك، اتكلمنا شوي على يعني هذه الجائحه، خاصه يعني جاء رمضان وجاء العيد، يعني كيفاش يعني تعاملتوا مع هذه الجائحه؟ خاصه انتم لديكم عائلات، لديكم ابناء، كيفاش راكم تتعلموا، كيفاش راكم تتعاملوا معها؟ خاصه يعني رانا في العيد، كيفاش راح تقبل يعني تحتضن اولادك او تسلم على اولادك؟ يعني كيفاش؟ يعني منذ ملي بدات يعني الجائحه ما يعني اظن في حجر صحي، ما مراش نتعاملوا مع العائله. يعني كونفينمون توتال. كونفينمون توتال، يعني ما نقدروش نتعاملوا مع العائله. ربي يأجركم ان شاء الله. ويعني نديروا دي سيرولوجي ريغوليير باش نعرفوا اسكو لي بوزيتيف ولا نيجاتيف، مي حتى وين دير لا سيرولوجي ما تقدرش تعرف. خاطر السيمانه الاولى تخرج نيجاتيف. يعني لا بيريود سي 14 جور 15 جور ياك. هكذاك، دونك دو بريفيرونس الانسان ما يتعاملش مع العائله تاعو، خاصه انا نخدموا مع الكوفيد يوميا. يعني دو بريفيرونس انسان ما يتعاملش مع العائله تاعو. سبحان الله. وحبيت نشكر يعني الشعب الجزائري على التضامن تاعو وعلى يعني كرامته اللي ليومنا راهم يعني يتبرعوا الجزائريين بالبسه الوقايه للمستشفيات ووجبات الفطور يعني الطاقم الطبي شبه الطبي والمرضى اللي راهم في المستشفيات في كل الولايات وحتى الطاقم اللي راهو في حجر صحي. انا حبيت يعني كيفاش راكم يعني كيفاش راكم تتعاملوا مع الاولاد؟ يعني يقول لك حبيت نشوفك، حبيت نحتضنك، تحب تحتضنك وليدك، خاصه يعني رانا في يوم عيد سيد برنامي. يوم عيد يعني هو يوم تبادل القبل، يوم التحاضن، يوم يعني يعني من قبل من قبل العيد الابناء دائما يكونوا كما نقولوا حنايا لاصقين في والديهم. أكيد. يعني لازم يبوسوا صباح، يبوسوا عشيه، يبوسوا في كل وقت يبوسوا. يعني عايش وحدي والطفل والاطفال صغار ما يقدروش يعرفوا هاد الحكايات تاعها. يقدروش يعني، والمشكل تاع الاطفال الصغار يعانقك انت وماذا يعانق جده ولا جداته. نعم. يقدروا يديروا كارثه.